Okay, so we're here in Nailin making iftar, the breaking of the fast, in the fields near the wall, the apartheid wall which has stolen Nailin's land, and so we're all eating together here in the field, and it will be lovely. You make Ramadan? And the same. I make Ramadan, and I am very hungry now. Good luck. Thank you. وين نروح؟ هذا يوسف وين؟ اسال الكهرباء يا جماعه. روح عبد سفيان. شلون ودنا يا عبد العوف سوى له سندويش؟ حماتك يا زيدون. الجميع. محمد راتب. صحة. بسم الله الرحمن الرحيم. انا والله كميت. تفضل يا خالد. انا مسوي جاي. وهو بيه؟ انا بيه. ايثان. وينو؟ ابو شاب حطينا عياد الذي كاد يموت حينما يرى هذه الزيتونة تغتصب، وذاك الطفل حينما يرى هذه لقمة العيش وهي حبة الزيتون التي هي مصدر رزقنا في هذه البلدة. فبدلا من تناول حبة التمر كما هي السنة المعتادة، وددنا أن نرسل سنة لأهل نعلين بتناول حبة الزيتون تمسكا بهذه الشجرة المباركة. أيدي عمالقة الحجارة أمسكت بزمام ركبتك القصيرة، فاعترف بالاندحار بالانكسار أو فاحفر القبر الملطخ بالفشل. Lots of people go out, come together to protest unarmed against the wall. It's also important to thank the women. The women who cooked the meal today, the women who support all of the families who are always at home taking care of all these great guys who go out to demonstrate.